تأسست رابطة مشجعي النادي الأهلي، واستطاعت أن يلتف حولها عدد كبير جدا من الجماهير، وصل إحصائيا ورسميا في فترة من الفترات إلى 120 ألف مصري منتظم في هذه الرابطة اللي كانت بتمثل قوة دافعة معنوية وتسويقية لهذا النادي الكبير والعظيم وللرياضة المصرية. وفي هذه الفترة الكبيرة والعظيمة المزدهرة تحققت للنادي الأهلي بطولات وإنجازات عظيمة، لأنه النادي الأهلي استطاع أن يستثمر هذا الكنز في أنه هو يدفع به لتحقيق بطولات، ولأنه يقدم مبادئه وقيمه الحقيقية من خلال هذه الجماهيرية. الأستاذ خالد شاكر هو رئيس رابطة مشجعي النادي الأهلي التي تأسست على الحب، تأسست على الانتماء، تأسست على الولاء للنادي الأهلي، ولا يستطيع المحب أن يضر حبيبه. ما من محب يعمل لضرر حبيبه، ولكن لرفعته وللتضحية من أجله. وبالتالي نحن أمام تجربة نريد أن تعود للبريق وتعود للطريق الذي يستطيع أن يخدم النادي الأهلي والرياضة المصرية. مع هذه التجربة الجماهيرية، مع استكشاف عظمة ومكانة الكنز الأهلاوي العظيم من جماهيره على مر الأجيال، حيكون حوارنا مع أحد نجوم هذا الكنز، الأستاذ خالد شاكر، اللي الآن أصبح الأب الروحي لجماهير النادي الأهلي تلجأ له في كثير من الأحيان، يقدم لها المشورة ويقدم لها النصيحة ويحتضن انفعالاتها وتفاعلاتها. هنعيش معاه في الأهلي يحاور، هنحاوره ويحاورنا ونتكلم على حب ومكانة الكنز الأهلاوي الكبير. أستاذ خالد شاكر، أهلا بحضرتك. أهلاً على شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا بحضرتك. جماهير النادي الأهلي كلها طبعا عارفاك، بتتفاعل معاك، منتظرة منك الكثير. نقدم لهذه الجماهير مكانة وعظمة هذا الكنز اللي ربما بعض الناس من أولادنا وشبابنا ما استكشفوش كل جوانب عظمة هذا الكنز. حضرتك تحكي لنا شوية. طبعا أنا أتشرف أن أنا موجود على قناة النادي الأهلي، وأتشرف أن أنا أبقى موجود مع حضرتك ومع الجماهير. وطبعا حضرتك يعني قلت حاجة مهمة جدا، هو مفتاح الأهلي في أي شيء هي نشأته. صحيح. فنشأة الأهلي هي اللي حددت شخصيته وشخصية كل أطراف المنظومة بتاعته. فالنشأة بتاعت الأهلي، النشأة الوطنية، خلت ان النادي الاهلي يبقى له جمهور قبل ما يبقى له رياضه. بمعنى ان هو كان النادي الوطني الوحيد اللي بيمثل مصر، وفي نفس التوقيت هو كان نادي طلاب المدارس العليا. صحيح. ففي عنده تجمع، والتجمع ده موجود مع الاهلي عشان خاطر مصر. يعني حضرتك النهارده اللي انتمى للاهلي انتمى لانه مصري، وانتمى لان هو ده النادي المصري الوحيد، وانتمى ان هو بيتمنى ان النادي المصري ده هو يقوم بتحقيق انتصارات هو يحس بيها ويحقق فيها ذاته ويرى فيها فوزه على المعسكرات الانجليز والجاليات اللي هي الاجنبيه اللي كانت موجوده، اللي كانت منتشره جدا في هذا الوقت، وكان لها مساحه كبيره جدا من المجتمع المصري. يعني كانت سايبة للجانب المصريين يعني جزء صغير. فكان الجزء ده من هنا بتقدر تعرف شخصية المنظومة اللي الجمهور جزء منها. هتلاقي حضرتك طبعا نمرة واحد بيحب الأهلي عشان مصر، هتلاقيه منتمي جدا، هتلاقيه متفاني جدا، هتلاقيه تركيزه في الكيان، ما بيفكرش في شخص، هو بيفكر في الكيان نفسه. أيوة. بيفكر انه يعطي بلا مقابل، بيفكر انه بيحقق ذاته في انتصارات وتفوق هذا النادي. فهو ده جمهور الاهلي، وهو ده هتلاقيه كل جزء من المنظومه. يعني حضرتك لو هتلاقي نفس الشخصيه دي، شخصيه اللعيبه، شخصيه مجلس الاداره، شخصيه اللي بيشتغلوا في النادي، كله بيتمحور حوالين هذه الشخصية. فمن هنا بنقول ان هو جمهور الأهلي موجود من قبل حتى ما الرياضة بتبتدي في 1911، وبنفس الشخصية دي على مدار تاريخه.
لحد قريبا يعني. فرابطة مشجعي الأهلي لها دور في أنها تكون إحياء لهذا، وإحياء لهذا التفاني بصورة أو بأخرى. ده كان بالضبط سنة كام أو بالتحديد؟ ده كان في 2004، كنا خارجين من فترة كانت صعبة. أيوه. وكنا كان في موقع كان اسمه الأهلي دوت كوم، في المنتدى بتاعه كان في مناقشات ما بين الأهلوية، وإلى حد كبير كان يعني في نوع من أنواع يعني الإحباط والغضب ولا آخره. فإلى حد ما كنت أنا في هذا يعني المنتدى كنت بتكلم على تاريخ، يعني بدأت أوجه الناس قصة مش كورة، الموضوع ما هواش مكسب وخسارة، المكسب ده النتاج الطبيعي لتطبيق المبادئ وتطبيق النظام اللي الأهلي حطه من أول يوم. فبالتالي إلى حد كبير بدأوا يسمعوا ويتوجهوا وإلى آخره، وهم نفسهم كانوا بصراحة هم عاملين كان دعوة إنهم يعملوا رابطة، فأنا يعني بادرت إن أنا أقول لهم يلا بينا لو عايزين ونساعد. فمن هنا قامت الرابطة، وطبعا ظهر الفكر بتاعها، والفكر بتاعها كان ممتد من مبادئ الأهلي، وهو الحريك هي الأساس كله كان في إحياء من بالظبط حريك، هو ده الأساس اللي احنا عايشين عليه، واللي اتمنى ان احنا يعني كجيل ورا جيل نسلمه لاولادنا واولاد اولادنا، لان هو ده يعني اللي بيحب الاهلي، هو ده سر تفوقه، انه بيحافظ على شخصيه الاهلي. صحيح. اما بقى اللي عايز يوجه الاهلي يبقى زي مش عارف ريال مدريد وزي مانشستر وبتاع، فده كده يعني الهويه بتاعه الاهلي نفسها هتروح، لان في الاخر هيتحول ايه؟ هتكسب ماتش مبسوط، هتخسر ماتش زعلان. لا. صحيح. القصه مش كده خالص، القصه لها بعد اكتر من كده بكتير يعني.